حنا كاملين عارفين ومتفقين على كلمه واحده، هي ان البوست كيكتب مزيان وكيحط دي ميتافور ودي بونش واعرين، ولكن بزاف الناس ما عارفينش واش كيستخدم هادشي حيت هو ذكي ولا حيت هو خواف. هاد النقطه غادي نناقشوها في هاد الفيديو، وكذلك نشوفوا كاع تيتات الاوبي اللي كلاشي فيها بزاف تروابا بحال المورفين توتو دون بيك وايلي ومنهم الكثير. معاك تفرج من الاول حتى الاخر باش تخرج فيها مزيان، والا فهمتي مزيان ما تنساش معاك ابوني لايك الفيديو وتستمتع عليه. تراكليست الاوبي 112 هي هادي. اول حاجه نمشيو للتيتر ونعرفوا علاش سماها 112، اللي هو رقم الطوارئ في اوروبا او في العالم على اسره. من وجهه نظري انا بحال الا باغي يدير اخر مكالمه في حياته باش يعتق راسه من الوحله اللي هو فيها، يعني الديبريسيون المشاكل اللي كيعيشهم. اما الكوفر كتهضر على راسها، هو انسان حمق في سبيطاره الحماق مكبل من يديه وشاد ورقه وستيلو. حنا كنعرفوا الانسان الحمق كيبغي غير كيفاش يفك راسه باش يهرب، ولكن هو كيفكر غير كيفاش يكتب. نمشيو نسمعوا الاول تيتر عندنا في الاوبي اللي هو انترو. خديت سمعت اكثر من بوس ما دكت البروتوكول والفانتا مكفاني سم. اول حاجه كنقول شبكه ميغسي على الكوبيرايت اللي ما كانتش في الاول حتى من بعد دوسومين هني ولات. نورمالمون خاص تكون الكوبيرايت في الاول، او فوا كيطلع الفيديو في يوتيوب كيبان لك واش فيه الكوبيرايت ولا ما فيش. بالنسبه للتيتر لانترو اللي تحط كليب على شكل انيماسيون من ابداع حاتم بايا، وهذا السط معروف في الراب المغربي خصوصا مع الدراري اللي كيخدموا غير باللي كوفر. بالنسبه للموسيقى في هذا التراك بوز عرف كيفاش يفتح باب التساؤلات عند البيبلي. السطوره ولا ريمات اللي خدم هنا خلى كل واحد يأولها من وجهة النظر ديالو هو، ولكن في أغلب الأحيان كان مستطاع يمزك ويكتب مزيان في نفس الوقت. أحسن ستارت قال هنا هو ما عندك ما تشوفها البصير غير خليك عمى. ما عندك ما تشوفها البصير غير خليك عمى. هذا هو السطلت وشاني بزاف. نقول لكم علاش، هادشي اللي كنشوفو دابا في الانستغرام وقوه الديوتيين والفساد الاجتماعي والاقتصادي والمالي ونسبه تخريب العقول الشباب راه طلعت بزاف. واش يطراك معنا هو ميطابسي تفيديك طافونش علي دماغك ماشي حمامات سكينر انا ولا شي كوارك. هاد التراك عجبني بزاف نيفو الكتابه والميكساج، خصوصا كيفاش حط بوز الريمه وكيفاش انت كتسمعها في ودنك. راه هنا في كيبان الفرق، ماشي اي واحد يقدر يديرها. قال قبل ما تداوني انا داو السوسيال، قبل ما تداويوني سيرو داوي فغي مورا. بصح الانسان ابن بيئته، كيفاش بغيتو الشعب طالع زوين في جينيراسيون جديده هو شايف الناس اللي قبل منه في الجينيراسيون القديمه مكفسين. خاص تكون عمليه الاصلاح شامله من الاول. وثالث مرسو معنا هو كاميكاز. قوموا يا قوم القراده قولوا من عقد عقد القران. مرسو التوجه ديالو بوليتيك 100% وعرف كيفاش يختار الكلمات ديالو بعنايه بدون ذكر الاسماء باش يتفادى موضوع تاع السب والشتم. وفين نقدر نقول على بوست كي بزاف، لانه كيعرف كيفاش اتاكي جهه معينه بدون يطيح في الغلط كيف ما كان وقع للداري في ديسك على الشعب. وهذا مشكل كبير، لانه صعيب تكون تبغي تعالج مشكل وتصدق مجرم. وكذلك كيف ما كان وقع لعثمان عاتق واللي هو ميستي كريزي تراك من بيت الاحرار في النشيد غا كلمه. من بيت الاحرار في النشيد غا كلمه مشرق الانوار بالنسبه لي غا حلمه يما. ما كانش عارف واش نو كيقول، لانه دري مازال صغير ودرا في مقدسات الدوله، وما كانش عارف اصلا مزيان داكشي اللي كيخرج من فمه. راه عنده 17 سنه فقط. ورابع مرسو معنا هو سبارتاكوس. البيت اللي كان حلو غير البارح دابا نسخ. من الدخله ديالو بين ديستراك معروف بانه كلاش، وهذا المرسو ما نسميش انا غير تراك وصافي، نقدر نقول عليه مختبر الضحايا، لانه نزل اربعه ديال الضحايا وكل واحد عطاه ستار وزاد. اول ضحيه هي ايلي. انا اللي كنمشي عندي الهام قال لي بلاصتي اللي كانت تحتها لي غرام. لانه الهام غتبقى سميتها متشرخه في الراب المغربي وحتى شي واحد ما يقدر يمحيها، لانها في المنج بدو حليوه ضروري خاص تكون هي في الهضره. ايلي واحد البنت اللي رابات مزيان في حد الوقيته وكان عندها دور في الراب المغربي وكيفاش ديفلوب الراب المغربي، لانه بزاف ترواب تصاحبوا معاها ومشاو، خصوصا فاش قال لهم قجمه صاحب مع ايلي باش تسميوكش انت رويبا. وفي بيريود 2017 حتى شي واحد ما غادي يذكر هذا الشيء، لان ايلي كانت حشيش حليوه وجوجهم داروا البوز تاع بصح. وكذلك البيف بين حليوه ومورو اللي كانت تسرب ليها ذاك الاوديو الشهير اللي كان حطو مورو فاك ديالو فاش كلاشا فيه حليوه. ما كنعرفش من بعد مع مورو حيت هو كيموت من مورو كيخاف من شي حاجه سميتها مورو. وتاني ضحيه معنا في التراك هو طوطو فهاد ستار. وفرمشات في فرنسا لا شاطوطو تبعها بغوفر شي حد يفسر له شحال من جدو خطفو في كوفر. لانه طوطو الديريكسيون ارتستيك تاعو هي موجهه لفرنسا اكثر، وانا شخصيا ما كنلوموش، راه حاجه باينه باغي يدبر راسو باغي يدبر العاقه ولي كونترا مزيانين ويخدم على العالميه. وتالت ضحيه هو بوبا فهاد ستار. ما كنساينش انا بوبا يوريني الراب. بوبا انا شخصيا ما عنديش معاه لانه عنده تاريخ خيب مع المغرب. ورابع ضحيه في الكلاش هو الرمداني. بلا
هدف فيها الرمضاني سلطة رابعة والصحافة تصح لاصقة التابعة. أنا جاي الصحافة الرمضاني تقبلها وتحك عليها كون روح ريادية واش غير هكاك ولا بستعرف قوة الراب المغربي عند البيبليك. وخامس موصل معنا في الأوبي هو كوكو تهدي لغة وريتم تستل ميكرو تسلم بدلي بريكي. بالنسبة هذا الموصل حتى هو خشى فيه سميات عرواب بان ديريكت بلا ما يقول اي كي اي تي ام. أول حاجة نزل على ميسو جامشو قال بأنه ما برنامج ما والو, هذا كيدل بأنه نزل على طوطو ديزيدروس ونيزار. هاد الثلاثة هما اللي بانوا في الشاشة ديال جامشو. أول حاجة طوطو كان في لجة التحكيم وكذلك ديزيدروس. ونيزار كيبقى الوجه الإعلامي ديال البرنامج لأنه داها ويمكنش ما نجبدوش سميتو لأنه فيما جبدنا جامشو غنجبدو نيزار. وكانش بزاف الروابط اللي كانوا أونتي سيستيم ودابا كيضربوا في المرقة فهاد السطر. كانوا البارح أونتي وناضوا اليوم بوسطة وحيدة. هما بزاف اللي داروا هاد البلان واستخدموا البيبليك كسلاح باش يخدموا المصالح تاعهم الشخصية. وفي آخر المطاف نزل الدون بيقول مورفو فهاد السطر. اللي كانوا في بيف جمعتهم الدولة في كيتون. هاد البلان ديجا قلتها لكم شهر هذا والرير راه كاين في الانستغرام. والله تأغرب عام في الراب المغربي والعالمي. تورنبيك والمورفين تجمعوا الحاجه اللي ماكناش كنتوقعوها. بلانيت راب جاو للمغرب سي لا بروميير فوا دارت اول مسابقه الراب في التلفزه المغربيه. يوسف 45 دخل الحبس لقبل كوبلي اللي ماشي ديالو. شوبي خرج طولو عرض في سموليكس. رجعنا غير بسنين اللور وما توقعت السيناريو. المورفين قال غيحط بروجو خرجوا فوقته يقين. الرائد بان في التلفزه. كريزي اعتزل ومعتزل. بوف دادي جمعوا لي حب وتبن ديال 30 عام اللي داز قبل وحد دابا يلا في شهر 10. اشنو مازال غادي يوقع تاني في نظركم؟ كتبوا لي التوقعات ديالكم في لي كومونتير. بالمناسبه هذا هو الانستغرام ديالي دخلوا تشيكوا البلان راه تما كنحطوا لي ريل ومره مره كنبيكوا على شي بلانات واقعين في الراب المغربي. ودابا نشوفوا تراك مشطه وقدم. المشطه هالقدم سعداتك هي الحقيقه حداك الكذبه كتغرم. موصو كله تمنيات وطموحات وتساؤلات وعلاش هكا وماشي هكا. بوز واحد الفنان اللي عنده موهبه في ادوات الربط بين الريمه واختها. عجبني بزاف السطوره في هذا المورسو بحال هذا. اما ديسلايك راه كاين حتى في الليست لربي. عمري فهمت علاش القران الكريم كيديروا ليه ديسلايك. يا غير حنا العرب اللي كنسمعوا القران الكريم وكنفهموا القران بالعربيه واغلبيه فينا مسلمين نسبه 99.99% وكتلقى ديسلايك فيديو في يوتيوب علاش الله اعلم. وعجبني كذلك هاد السطر شو قد البركاكه هزه ميكرو مور فضايح. بزاف الناس كتلقاهم متابعين المشاهير غير وقتها شي غلطه باش يكتب لك هو في تويتر تاع المينياتور فضيحه فلان وفلتلان. وفي هاد المورسونيت كلاش ميست كريزي فاتس مسحول كشكوش الفم كريزي ديجا الكالا خلاص الخو زاراتيش تقال الشيت في قبرو. وكذلك السبعات ونفاد البونش هما السبعات ديجا مات في ايام سبرتي لا صبا. ودابا نمشيو لتراك سوندوز اللي تبغى مني في البحر نلقى الفنيت. مورسو واعر بزاف هو مقسم لدو كوبلي وحده ما كتشبه الاخرى وكيجمعهم روفران اللي ملحن مزيان. بالنسبه الكوبي الاولى قضى يلخص فيها موضوع الاوبي كله وعلاش كيدور ويعطي الناس لمحه على البروجي. اما بالنسبه للكوبي الثانيه هضر فيها على المشكل اللي وقع لمراته وكيفاش تلاقاو اول مره وشكون اللي حس بالحب من جهه الاخر. واحسن سطر عجبني في التراك هو هذا ديشا الحنينه هو في مغرب غريب يبكي مع غزه ويشورت الابيب. وكنشوفوا الامر من جهه اخرى حنا كاملين مع فلسطين وغزه وما بغينش داك الشيء يوقع في بلادات الناس. ولكن ما نبيعش حب وحده تاع الرمله من بلادي على وديت بلاد اخرى. بلادي هي الاولى هنشوفوا بلادات الناس. فلسطين راه في الدم حنا دوك الناس راه ما كنساوهمش. وتحيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي كسافت اليوم المؤونه والدعم في كل مناسبه. والسطر الثاني راه كياكد الهضره تاعي الملايين تاعهم نعمان وحاجيب وجبالي ما فيها لا طب لا طبيب. هو كنسبقوا دي زارتيست اللي عندهم زيرو امباكت في المجتمع على الصحه والتعليم. ودابا نمشيو لتراك البيضه مون امور عشقك سهرني تتصدى وعقارب ما كانت. تراك شبال فينك من الكلمه الاولى في السطر الاولاني حتى الختام ديالها في الروفنا وزاد رابا فيه على الحب والمشاعر تاعو. بالنسبه لها التراك عمر في سطوريات وليريل لانه كيلعب على هذا الجانب الحساس عند البيبليك. واصلا كل شيء من الشخص أغنية الشاب حسني البيضة مون أمور. ودابا نمشيو التراك دوزا شاهق هنا وزفير لهي شافني الملك قال لي عاوتاني شكون انا في تاك دورمي. هاد المرسول اللي مسحو من بعد ما حطه في وقت قليل قدر يتوشي بيه بزاف الناس خصوصا في روفنا. كيعرف كيفاش يلحن دوك السطوره تاعو وزيد على التمكن ديالو من اللغه الامازيغيه كتساعد في الغناء. الى هنا سال الفيديو قدرنا نعطيكم ملخص على الاوب سوندوز وكل تيتر منا. قدرنا نعطيكم غوماك اللي تبان منطقيه بدون زياده لانه البروجي واعر ويستاهل الاشاره اليه. وسؤال الحلقه كيف جاكم الاوب وشحال تعطيوها على 10؟ الى وصلت حتى الاخر تاع الفيديو بغيت تكتب ليا في لي كومونتير عاصي موسيقى اللي فاقة جايبة بوكو راس لا راس لا راس كل ليلة متاستة زادلة كوكاينة كانت اللي في لادراس 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 راجع خطوة اللور سولو مانتي شالف وصل للكندور كندور كندور كنت مديرها دور
كان ساقا شي يمي يمور 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 راك اودي داتي سواري فوق لقاب الخورة كوكاينة كاينة 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 سواري داتي.